السيد الرؤساء مساء الخير الديار، السيد الرؤساء الاعصام، السيد مسؤول المناظر الاعلاميه، السيد مسؤول النسيج الجدعوي، ايها الساده الحضوريه، يعني على مدرسه الجبال نستهدف سلسله اجتماعات ولقاءات تواصليه التي قام الله تخصيصها لمناقشه مجموعة من القضايا التي بطبيعة الحال قضايا حساسة وتستأثر بأن الرأي العام المحلي والبحث الوطني، ونخص بطبيعة الحال هو قطاع التعليم الذي ناقشناه اليوم الثلاثاء، ونستهدف حول قطاع الصحة، ثم بعد ذلك خلال الأيام القادمة سنناقش قطاعات أخرى، ولحقيقة حديثها ولكنها ذات أولوية، قطاع التأمين، قطاع التربية التعليمية، إلى غير هذه القطاعات. قطاع التعليم، قطاع الصحة، إذا بنا تخليصات، يبذل فيه قصارى لكل ما من أحد يناقش يعني البرنامج في يد المندوب الإقليمي مدى المجهودات التي يبذلها الطاقم العامل إلى جانبه، ما من أحد مجرد يعني في النية الصالحة والدعم يعني لا متناهي في السنة وأخرى المجالس المنتخبة في السنة والبرلمانيين خير مرافعات البرلمان وصحة السيرة. لذلك سعيناهم أن نشهد الموضوع ليس من زاوية يعني الطرح فقط المشاكل والمنجزات بقدر ما ينبغي تكريم هذا القطاع ودعم قطاع الصحة والسير المندوب الإقليمي فيما يتعلق يعني بالدعم المادي واللوجستي. فإذا كنا غير قادرين مثلا على مواكبة التطلعات الساكنة فيما يتعلق بتوفير الموارد البشرية نظرا لخدمة الصحة والأطباء الممرضين إلى غير ذلك، فعلى الأقل من جانب الوقاية يعني الصحية والوقاية المدنية لابد أن نبذل مجهودات يعني قصوى، لا بد ان نوفر التجهيزات، لا بد ان نتحد الولايات على اعتبار ان الان لدينا امكانيات ومن الوسائل ولله الحمد المجالس المنتخبه لها ميزانيتها التي يمكن ان نبرمج منها، الذي ممكن اننا نساهم يعني هذا التاهيل الى غير ذلك. لذلك بعد ان نصغي لعرض السيد الدوب نتمنى ان تنصب يعني الاقتراحات او المداخلات حول المساهمه الفعليه في تعيين هذا القطاع. نتمنى ان نضع مخططات او مخطط على المدى القصير والمدى المتوسط والمدى البعيد، وان يصبح يعني الدعم عبارة عن دعم مؤسساتي، حيث أنه المناقشة ديال الميزانية ديال الجماعة الترابية نتمنى الصراحة ديال المجلس طبيعة الحال المجلسين نفسه، ولكن نتمنى أن المؤسسة للدعم وتصبح يعني ميزانية الجماعة الترابية يعني بمثابة نفقة إجبارية بين المستويتين اللي هو الدعم ديال التعليم والدعم ديال الصحة وبحث الدعم ديال الوقاية المدنية، لأنه تدخلات بينها تدخلات كبيرة جدا فيما يتعلق يعني بالغرقة اللي أصبحت موضوع ديال النقاش ديال الحرائق اللي تدخل في الفلاحة إلى غير ذلك، ديال التدخلات يعني في الوسائل إلى غير ذلك. إذا ما نطمح إليه هو أن يصبح الدعم دعم سنوي ممكن يعني للقطاعات المدنية من تأهيل جوانب النقص اللي في
لأننا مش مباشرة سنك بس مندوب لإقليم الصحراء، نعطيك قيمته، فبالتالي ما فيش هذا الموضوع.